لا نخطأ، بالعكس. على أرض سقطرى تدور معركة هي الأخرى، معركة إثبات وجود بين سلطات الإمارات ومن ينوبها وبين الدولة الشرعية. مكاشفة محافظ سقطرى حول التدخلات الإماراتية ومن ينوبها حملت الكثير من المحاذير والمخاوف على أمن وسلامة المحافظة، حديث عززه الكثير من المتابعين للوضع السقطري، أن الدعم الإماراتي لأطراف تعمل على تقويض السلطة المحلية وأن دعمها لم يعد خافيا على أحد. أجرى على إجراء تغيير مدير عام يقوم الأخوة في مسجد خليفة بمحاربة المحافظ، لا تغيره. بالأمس غيرت مدير عام الشباب، عينوه مستشار معه، يعني يعملوا لنا حكومة موازية، وهذا الكلام غير منطقي. حديث المحافظ عن محاولة الإمارات إنشاء قوة موازية ودعم التمرد على السلطة المحلية يؤكد أن المال الإماراتي لم يقف ساكنا عقب خسارتها السابقة والاتفاق الذي أجبرها على سحب قواتها من سقطرى، لكن هذه المرة عادت بجنسيات مختلفة لتدخل الجزيرة بطرق غير رسمية. من اللي طفوا أشخاص أجانب ليس إماراتيين، عراقيين ولبنانيين وباكستانيين، هذول أشخاص هم يعيشوا بيننا بدون اي قانون، ما فيش معاهم اي قانون. بكره لا سمح الله هذا الشخص ارتكب جريمه، لا تقدر السلطه المحليه ان تحاسبه، لان ليس لديهم اعتباد دخول الدوله، ما فيش. يقول انا ما دخلت الدوله، ما دخلت اليمن، ما كنت في سقطرى، يعمل جريمه ما حد يحاسبه نهائيا، ما تقدر تحاسبه، لأنه مش مقيد معك في السلطة المحلية، مش مقيد في الأمن القومي والأمن السياسي، مش مقيد معك في المطار، ما فيش. يجي أجنبي لكن أتحداه أن يعيش في دولة الإمارات بدون إجراء، أتحداه. إذا سقطت سقطرى بين أيدي أعوان الإمارات الذين خرجوا رافعين أعلامها في الأرض اليمنية وبوجه سلطاتها الشرعية، فإن مشروع الدولة سيدخل تابوت الموت الأخير في سقطرى على الأقل. بقدر التصريحات والمكاشفات الشجاعة من محافظ سقطرى التي وضع فيها الملح على جراح الدولة المنتهكة، تعلو الأصوات المنتقدة لعجز قيادة الدولة عن الوقوف أمام التدخل السافر من قبل الإمارات بشؤون سقطرى، وأن هادي يزج برجاله دون إسناد حقيقي لمواجهة التغول الإماراتي الذي لا يتوانى عن وصم كل معارض لسياسته بالأخوانة والإرهاب. يخوض اليمنيون أكثر الطرق وعورة في استعادة دولتهم، لكن عندما يصبح الوالي هو الكحال فهل نبشر بالعمى؟